هذه ب 150 درهم، وهذه ب 60 درهم، بلاطويات ب 30 درهم. سلام حبوباتي، سلام خوتي خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وصحه جيده ان شاء الله، واللي تمنيتوه في حياتكم يحققها لكم الله. مهم، هذا فيديو جديد ليا، جيت نشارك معكم واحد المشتريات اللي ديجا اول فيديو ديالي حطيته لكم كان هو ديال المشتريات، ومشتريات من عند شعيب، وشعيب ديما تجيب الجديد وشي حوايج عنده غزالي طوب 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 طوب. وزعما ما نعاودش لكم على المشتريات، على هذاك الشيء انا ديما نتبعه في اللايف ديالو، كنشوف الجديد ديالو، كنقول والو الكوزينه ما نتفاكش انا وياه. تصوروا ان المعن كل واحد باش مبلي، كاين اللي مبلي بالحوايج، كاين اللي مبلي بالتصافير، كاين اللي مبلي بالخروج، كاين اللي مبلي، انا مبلي بالكوزينه والمعن ديال الكوزينه. المهم كما كنت ديجا مشاركه معكم المشتريات ديال شعيب، دابا طورت لكم القضيه شويه وليت ما بقيتش كما كنت يلاه بادي القناه ويلاه وريتكم غير المشتريات. انا وريتكم غنوريكم المشتريات، هما هنايا باقيين بالكرتونات ديالهم، بالكرتونات ديالهم غنحلهم معكم وغادي تشوفوهم ان شاء الله، تشوفوا الجديد ديالو. ومشيت حتى للمحل ديالو، مشيت للمحلات ديالو بجوج، اللي في الحي محمدي واللي في البرنوسي، درت عليهم بجوج وصورتهم بجوج ونوريتكم حتى البلايص البلاصه اللي كيكونوا فيهم، اللي قرب ليها البرنوسي تمشي للبرنوسي، واللي قريب ليها الحي المحمدي تمشي للمحمد حي محمدي. وكاين حتى في المحمديه وفي القريعه، يعني عنده الفروع ديالو 4 فروع، واحد في المحمديه، واحد في القريعه، وجوج في الحي محمدي وفي البرنوسي. بعد ما نعاودش لكم، يعني بصراحه هويا عنده اثمنه غزاله 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 طوب، يعني طوب ديال الطوب، شي حاجه كلاس، شي حاجه ما نعاودش لكم، بريستيج وبثمن مناسب ديال الدراوش اللي بحالنا. يعني الحاجه اللي غتمشي تقدايها من المحل ب 300 درهم كتلقايها عنده غير ب 200 درهم 220 درهم حتى 150 درهم، يعني شي حوايج اللي كيكونوا غاليين كتلقاهم عند شعيب شي حاجه رخيصه. وشريت واحد المبخره زوينه، غنشارك معكم كل شيء وغتشوفوا كل شيء ان شاء الله. المهم يا ربي حيد علينا هذا الوباء ونرجعوا للحياه ديالنا الطبيعيه، يا ربي امين وشافي جميع المرضى ان شاء الله. المهم ها نتوما معايا. بالنسبه للمحل ديال البرنوسي هو هذا كما كتشوفوا، ما صورتوش لكم مزيان. المهم هو هذا، كاين فيه جوج محلات، كتوصلي القهوة ديال سفير، كتلقاي سوق نمودي سوق نموذجي، كطلعي معاه نيشان، حتى كتوصلي لعند دوك الحنايات كتسوليهم على المحل ديال شعيب، كاين نعتوك ليه نيشان. المهم غير صحابة الحنة على اليسار ديالك، كتمشي نيشان كتلقاي واحد الدخل على يدك اليمين، كتلقاي هو في الشوكة ديالو. المهم انا نعت لكم، ولكن سولوا صحابات الحنة. كما كتشوفوا هنا المحل ديالو هذا الاول هنا في البرنوسي، فيه البلاطويات، هاد البلاطو زوين داير 170 درهم، كاين في البرنوسي وما كاينش في الحي محمدي. هادو البريردات، هذا الصغير ب 150 درهم، هذا الصغير كاع ب 140 درهم، الموين كما قلت لكم 150 درهم، كاين ديال 170 درهم الكبير ديالو 3400، كاين البريردات الصغيرين العاديين سامبل ديال 50 درهم 60 درهم، كاين ما يدار هاد البلاطويات 2400 هادو مدورين، كاين هذا ديال الخشب كاين هنا في البرنوسي ما كاينش في الحي محمدي، كاينين العجانات، كاينين هادو البلاطويات ديال 60 درهم هما هادو اللي كنوريهم ليكم، كاينين هاد الفراقات ديال الحلوى، كاين هاد السوبيرات، يعني كاين ما يدار كاين ما يدار بزاف. عرفتي شي حوايج غزالين، هادي ديال 110 درهم، هاديك هادو هاد البلاطويات في الالوان ب 80 درهم، هادو الشبيكه ديال الخبز، هاد البلاطو 70 درهم وقيلا، ما مأكداش منه، ما قدرش نقول لكم حيت ما سولتش عليه. المهم كاين الاثمنه زوينين وشي حاجه اللي تستاهل. هذا المحل اللي مقابل معاه حتى هو ديال شعيب، ملاصق فيه في البرنوسي، غير هادوك دايرين ديال الاثمنه غاليين، هنا الاثمنه شويه هابطين، يعني من 60 درهم حتى اغلى ثمن هو 150 درهم. كما كتشوفوا هنا الدخله، هنا كاينين الطرموسات ديال ابتداء من 60 درهم، كاينه هذيك اللعيبه ديال الحلوى، كاينه هذه ب 80 درهم،
هادي ديال القفص وحده دايره 80 درهم، هادو ديال جوج طبقات دايرين 150 درهم 3000 ريال، الاخرى 1600 وحده بوحدها. كاينين الفراقات ديال الحلوه، كاينين هادوك الفرشيطات المعالق والفراشط داكشي ب 60 درهم. هادي زلافه ودوك جبانه والزلايف ديالها، يعني كاين ما يدير، يعني الدخلي كاين هذاك الطويجن اللي وريتو لكم داير 60 درهم. هنا الكيسان، كيسان ابتداء من 60 درهم 70 درهم 80 درهم حتى 120 درهم، يعني هذوك اللي فيهم الابيض والكحل دايرين 120 درهم. هادو البلاطو 30 درهم، يعني كاين ما يدير. هنا الترموسات كيبتداء من 60 درهم حتى 150 درهم، هادوك ديال الخامه دايرين 150 درهم. كما كتشوفوا هادو ديال القفص غزال، هادو الفراقات، الفراقات كاينين على الالوان الاشكال. هادو ديال بابي سيرفيس ب 60 درهم، هادو الطويجنات والسله ديال بابي سيرفيس. هنايا سخان ديال الماكين كاينين من 150 درهم 170 درهم 3000 3400، وكذلك الهاشوار الطناجر المقالي تاع الطيفال، شي حاجه كاليتي زوينه، اي حاجه بغيتيها حتى من المشطه ديال الشعر كتلقايها عند شعيب وباثمنه خياليه. زعما بصراحه شعيب حاجه شعيب البنات، ها هو المسجد ديال دورات مذاكره، وهذه هي دورات مذاكره بالنسبه اللي بغى يجيو لعندو لهنايا الحي محمدي كبطوري على فلوريدا، وغادا تلقاه كما قلت لكم. هنا هو ترامواي فلوريدا كاينه هنايا، وغندور هنا على لاغوش باش نمشي لهاد. اي نهار قصري انا غندور عنده على الجهه الاخرى. المهم كاين في هاد البلاصه هادي، المهم هذا بلاصه فين كاين هنا صالون ديال زينب، كاين في هاد الزنقه هنا. هادو هما اواني شعيب، المحل ديال اواني شعيب. المهم هذا هو المحل ديال شعيب، ها هي نمرة التليفون ديالهم هنا في الحي محمدي كما كتشوفوا. قصرية جات لتحت، صالون زينب كاين فيه، هنا الترامواي فوق، ها هو الترامواي هابط. المهم اللي بغى يجي لهنا الحي محمدي. هذا بشحال هذا؟ 130 درهم. هذه الفرقه 30 درهم. درهم والكبير ديالو 2200، فريمون براد رائع جدا. تقدر تاخذ الكبير 2200 وتاخذ الصغير ديالو. هذه بشحال؟ هذيك 10 درهم. فريمون لاباس مزيان. هذا هذا 500 درهم. لا هذه البونبونيه هذه 3600، هذه 3000 ريال، هذه 3000 ريال، هذه 3600، هذه 3000 ريال، هذه 3600، هذه 220 درهم. لا هذيك 240 درهم، هذه ديال 150 درهم، 80 درهم. هادو 60 درهم، هادو برجيلات ديالهم ب 60 درهم. هاد البخرات ب 50 درهم، هادو 50 درهم غزالين، غناخذ منهم واحد. خويا وهادي ديال واحد وهذا كادو ديال الرفيع، كادو ديال المعقول. هذا كيدير 800 درهم على مره، تاخذوا ب 450 درهم، يعني ثمن سبيسيال
وفريم رائع جدا. مرحبا بكم. صوت الزروه كاين ما يدار صراحه، كاين ما يدار صراحه. ها وليد 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 تسي ولا شوف عمرتي الطوات كراس هذو 3 ب 25 درهم. هذو 3 بلاستيك ديال الزيون 60 درهم. هذه ب 90 درهم، هذه فراقه والطبيسته ديالها 90 درهم هي، وهذه حتى هي هذه 80 درهم. هذا 12 100، هذا باك، هذا باك كامل، هذا داير 3600، وكاين باك اخر 4400. في هذا بالتفصيل 6 ديال الطباسل ديالو مع الفراقه مع تفصيل كبير، باك كامل ب 4400 ريال. هذا باك كامل 3600 ريال. صراحه العروض زوينين بزاف. واحد يجي ياخذ هذه هي يدير فيهم برومو. المقله العجيبه، هذه المقله العجيبه، المقله العجيبه هذيك 140 درهم، وكاين وحده برا الكحله سيني ديال الطاليان دايره 200 درهم. هذه دايره 200 درهم. باك شعيب مازال ديسبونيبل 3600، الفراقه والتفصيل على 6 والبلاطو ديالو. هادو ب 50 درهم، هادو ب 50 درهم. هادو 50 درهم، ما عرفتش. هادي شحال هادي؟ هادو ب 14 درهم. كديري يوتي؟ شحال عندك من الابوني؟ عند فايت الالف. ماشي الف صافي، غادي يدخلوا عندك. واش نقول لهم يكسبوا باش يدخلوا عندك؟ اسيلوسي اسيلوسي صافي، دخلوا عند اسيلوسي. كدير على فيديوهات ولا روتين اليومي؟ لا بلوكات كلشي. ايوا الله يسر لك الامور. امين يا ربي. الله يحفظك خويا. كاين عندنا هذا الفلاط وهذا ب 1100 درهم، هذا 1200 في هذا في هذا الزواقات واعر، كيجيو فيه حلوى الماء برجيلة ديالو. كيبان فريمون كلاس وراضي.
غدا نحل لكم المشتريات اللي شريت من عند شعيب. صراحه يستحقوا. اول حاجه غنبداها معاكم هي هذا الفراقه هذه ديال القفص. هذه شي حاجه كلاس، هاي كلاس، جات مرت الخال ديالي من فرنسا ومشينا وقالت لي شوف شافت الفيديو ديالي وعقلات على المحل ديال شعيب وقالت لي يلا ديني اسيل هذاك المحل ديال شعيب اللي كنتي وريتينا من المشتريات اللي خديتي من عنده. قالت لي يلا وريه لينا ومشيت حيت انا صافي. قالت لي قالوا لي خواتاتي وقالت لي الوليده ما بقاش تشري لواحد بركه ستوكاج راه عندك في الدار. ولكن من مشيت وشفت الجديد ما قدرتش ما كنتش عواله قسما بالله ما كنت عواله غدا نمشي نتقدى. يعني كنت عواله غير خارجه عندي فلوس ديال السلعه ديال افو ومشيت لهذا ديال السلعه مشيت نشوف السلعه ديالي واش خرجات. لقيتها ما كايناش في البيكاب البلاصه لاجونس اللي كناخذ منها السلعه ما لقيتهاش وفلوس السلعه مشيت تقديت منهم هادشي. زعما كون ما كنت قديت السلعه ديال الافون ما كنتش غنتقدى هادشي. ولكن عينيا صافي انا شي وحده اللي كنحماق على المواعن كنحماق عليهم. المهم صراحه اواني شعيب عندو هذاك الشيء غزال. صافي مرات حبيبي حتى هي خدات هاد خدات منها شي يعني هاي جات من فرنسا وقالت لي ديري بنتي شوفوا الاواني ديال شعيب. وتا هي تقدات خدات بحال هذا وخدات بحال هذا وخدات معات بلاطويات هادو صغار غنوريهم لكم. يعني تا هي تقدات بحالي وتا انا داكشي غزال عندي بصراحه كيحمق. انا كنت ملي تشوفو كناخدوهم في الكارطونات ديالهم كيبقاو محتافظين عليهم شي حاجه كلاس شي حاجه كلاس هاي كلاس عاوتاني صراحه. وخا نبقى نوصف لكم حتى تمشيو للمحل عرفتي تمشيو للمحل ديال شعيب غدهشوا الاسمنه خياليه. يعني ما غتلقايهش في شي محل اخر من غير محل شعيب. صراحه انا خاصني ديما نبقى ندير لشعيب الاشهار حيت يستحق. واحد الانسان طيب لواحد الدرجه ما تصوروش، خلوق لواحد الدرجه ما تصوروش. كنت كندير لايف كنت كندير سبحان ربي صادفني معاه فاش مشيت ديال البرنوسي ما كنتش لاقيت معاه وفاش مشيت ديال الحي محمدي ربي صادفني معاه. هذاك الانسان طيب الله يعمر ليه الدار الله يرحم ليه الوالدين حيت كان داير لايف وخدا القناه ديالي وقال للناس اللي في اللايف يدخلوا يدعموا هاد الدريه ويدعموا واحد السيده اخرى سميتها ام ضحى حتى هي عندها قناه دخلوا نتوما دعموها ام شهيوات ام ضحى حتى هي واحد السيده تلاقيت معها هي كتصور هادشي الله يسهل عليها. مهم صراحة هذاك الانسان الله يعمر ليه الدار يعني الشكر ما قليله في حقه. كلمه شكر قليله في حقه حيت دخلوا عندي الناس من اللايف ديالو شكرا لكم كاملين الا دخلتوا شفتوا هذا الفيديو ديال اواني شعيب كنقول لكم شكرا لكم والله يرحم لكم الوالدين على تشجيعاتكم كاملين اللي ديجا معايا قدام واللي دابا جداد معايا كنقول لكم شكرا وبقاو ديما اوفياء معايا. وان شاء الله شجعوني ولا عجبكم بحال هذا الشيء شجعوني نقول لكم الجديد وندير معكم شي حوايج اللي غادي تستافدوا منها وتفيدني حتى انا وشكرا لكم بزاف. مهم هذا هو القفيص هذا داير 150 درهم عند شعيب. انا خديته في النواغ حيت عنده في البلون وفي البيض وفي الكحل. انا خديته في النواغ حيت شفت الديكور ديالو ديزاينر ديالو واعر غزال شي حاجه البريستيج شي حاجه غزاله شي حاجه راقيه يجي عندك الضياف وتحطيه في الطابله ديالك في الكوان ديالك في اي بلاصه عندك كيجي غزال. وهذا ديال بابي سيرفيس ب 60 درهم تصوروا 60 درهم هذا بابي سيرفيس يعني غتاخذوا شي بلاصه اخرى بهذا الثمن هذا ما يمكنش غتلقاو على الاقل واحد 100 درهم ولا 80 درهم هي قليله في حقه عند محلات اخرين ولكن عند شعيب داير 60 درهم. المهم هذه البخره هذه اللي غنحلها معكم وغتشوفوها صراحه حمقاتني والثمن ديالها خيالي كتعرفوا شنو خيالي شي حاجه اللي واو. هانتوما هاد البخره ديال القفص حتى هي بحال هادي ديال القفص حتى هادي ديال القفص صورو الثمن ديالها بحال 50 درهم لا غلا على مسكين 50 درهم قسما بالله سولت عليها في البرنوسي في القيصريه ديال البرنوسي انا ومرت حبيبي كنا كندورو في القيصريه وسولنا عليها لقيناها ب 100 درهم صورو هادي لقيتها انا ب 100 درهم في القيصريه ومن عند شعيب ب 50 درهم يعني الثمن
خيالي وشي حاجه زوينه. انا عندي هذيك اللي خديتها ديجا من عنده ب 60 درهم، خديتها من عنده ديجا ب 60 درهم ديال الضو. هذه كديري غير دوك الفيخرات ديال سبيسيال وكديريها كدوريها معاك في الدار، ولا كتكون محبسه في الدار زعما شي حاجه بخيستيج، ماشي انك ضروري تشعلي بالضو، يعني شي حاجه كلاس، هاي كلاس، شي حاجه بخيستيج زوينه والثمن ديالها 50 درهم. شي حاجه 50 درهم يعني بصراحه تستحق، زوينه. وخديت هذه اللي واه هذه اللي طف تاع الطف. ما بغيتش نحلهم، ما بغيتش ديجا نحلهم ونوريها لكم. بغيت تعيشوا معايا، تعيشوا معايا اللحظات ديال التصوير ديال التشويق ديال تعيشوا معايا كلشي. صراحه كنصحكم تمشيو الا بغيتوا حتى لي كادويات العراسات ديالكم. العراسات كنتي معروضه لشي عرس شي اسبوع شي حاجه، كتلقاي اثمنه في المستوى وشي كادو خيالي، شي كادو راقي يعني يحمر لك الوجه، يحمروا لك الوجهه. عاد ديه معاك الكادو بحال هادشي، دي الكادو صراحه. شوف هذا دي كادو هذيك العروسه ولا هذيك البلاصه اللي غتشعل وتبوس في الليل والنهار. هاد شي حاجه ثمن خيالي وشي حاجه راقيه صراحه. ها انتما هادي شي حاجه كلاس، شي حاجه هاي كلاس. هادي حتى هي وزينه صراحه، الرجيله ديالها. وهادي انوريكم كيفاش حتى تركات كاينه هكا مصوبينه هما، وانا بغيت ناخذهم في الكارطون ديالي ديالهم باش انا بغيت نحلها وندير مش غير نحسب الطوموبيل ديالي باش ما تخسرش ليا وداك الشيء. المهم هي كدار بحال هكا نشوفو. المهم هذا هو الشكل ديالها. هادو العيدات كي الا بغينا نفصلهم كي باش نسد بهم هاد التقيدات اللي كيكونوا فيها. المهم غنحتاجو نديرهم هنا. شو الديكور ديالها كي كيجي، هادي غزاله راقيه، ديري فيها الحلوى، ديري فيها لي غاطو، ديري فيها اي حاجه، يعني شي حاجه بخيستيج، شي حاجه هاي كلاس، شي حاجه غزاله راقيه 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 بصراحه. شي حاجه الطب ديال الطب كما كتشوفوا. هذه الثمن ديالها داير 3400، خلاها ليا شعيب، يعني 170 درهم، يعني ما بقاش فيها بزاف، بقاو فيها شي حوايج قلال، يعني داوها الناس بزاف، يعني قال لي ابو شعيب يعني لا تقدر تقادا، يعني ما بقاش فيها بزاف، ما بقاش عنده العدد ديالها بزاف. وشي حاجه كلاس كلاس بزاف، شوفوا كي دايره، يعني شوف الجديده ديالها غزاله 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 غزاله، هذا الطب ديال الطب الثمن ديالها تستاهل هي. وهذه بصراحه يستاهل يستاهل بزاف، شي حاجه الطب. مهم باقا ما كملناش، عاوتاني عندي هاد البلاطويات، هادو ديال 30 درهم، هادو غزالين، شي حاجه كاليتي، شي حاجه زوينه، شي حاجه الطب ديال الطب، 30 درهم زوينين غزالين. انا قلت ان شاء الله ندير فيها هاد البخره هكا، وهذيك الطاسه ديال البخور نحطها هكا ديكور، غير تجي زوينه فوق هنا. جيت هادو الطاجيرات ديال هنا الصالون ولا هنا في الكوانات، يعني كتجي غزاله، ولا فوق هذاك المجوره ديال الصباب، يعني غتكون هذا عديد الاستعمال، حتى لي غاطو اي حاجه يعني كيكون غزال شي حويز. والثمن ديالو 30 درهم، يعني ماشي ثمن، ماشي شي حاجه، يعني شي حاجه طوب. هذا غتلقاه في شي محل اخر يقول لك 50 درهم حتى 60 درهم، يعني
خديت فيه هذا اللون مزوق فيه، هو الوان اللون اللي بغيتي راه غتشوفوهم في الفيديو، راك شفتوهم في الفيديو، يعني شي حاجه الطوب ديال الطوب. خديت هذا في هذا اللون، فيه داخل فيه الابيض والنوار لوسيين ولا انتم لوسيين هي اللي. وخديت هذا كذلك في هذا اللون، هذا داخل فيه الابيض والنوار، هذا غير نوار، هذا غير بلون غير البيض كامل. خديت منهم ثلاثة، عنده باقين عنده ولكن تما قال لي ماشي بزاف قدروا يتقاداو. وخديت هادو فيهم هادو، قلت لكم سبقت قلت لهم هادو 30 درهم وباقين ب 30 درهم، يعني انا مشيت للمحل شعيب غتلقاهم باقين ان شاء الله وفي الالوان اللي بغيتو. وكاينين هادو ديال لي بونبونيير ديال دي تستعمليهم على جوج حوايج، يعني تقدري تستعمليهم بونبونيير وتقدري تستعمليهم فازات. هذه غير بوحدها كدير 60 درهم 70 درهم بعدا 50 درهم. مهم هذه الثمن ديالها كيكون غالي وكاليتي، شي حاجه صحيحه، يعني تقدري دير فيها لي بومبو، ديري فيها قلت لكم الورد، اي حاجه. وهنا كاينين أربعة بستين درهم، صوروا أربعة الوحدات بستين درهم، وهي كتشريها غير بوحدها بستين درهم. يعجبوني بزاف، وأنا كيعجبوني هاد ديال لي فلوغ كيعجبوني بزاف، كيكونوا في إيكيا كيكونوا بثمن غالي. أنا واخدة وحدة معرفتش بخمسين درهم ولا معرفتش بشحال، مش عاقلة على الثمن ديالها. المهم كيجيو في هاد البواطة ديالهم، هادي غير بواطة شو كيديرها، شي حاجة كلاس، شي حاجة كالي، شي حاجة زوينة. يعني بصراحة معرفتش شنو نقول لكم، انا مع المعن تنعقش نعرف نهضر. شوفوا واش كدير لك كي كيكون اربعة، هنا واحدة ها جوج ثلاثة اربعة، يعني اربعة بستين درهم صراحة. وعندي هادو خديتهم ديال لي غاطو ديال حلوة لاكريم، هادو دايرين ثلاثين درهم، كانوا عندي وحدين وتصداو ليا، هادو زوينين. المهم الثمن ديالهم داير 30 درهم، زعما كاين شي بزاف الحوايج غتشوفوهم في الفيديو، بزاف بزاف الحوايج اللي زوينين اللي تحتاجوهم في الدار ديالكم. المهم انا وريتكم هاد المشتريات اللي شريت، حمقوني عجبوني، وبصراحه انا المشتريات ديال شعيب عندي في الدار كنستعملهم، يعني من دمت عليهم وزوينين نفعوني، كيجيو عندي الضياف وشحال من حاجه كناخذها مع شعيب بالثمن، الثمن ناقص الكاليتي مزيانه، يعني الثمن كيكون ناقص والكاليتي فريمون فريمون كاليتي كتكون سبيسيال، شي حاجه زوينه شي حاجه هاي كلاس ما نعرفش ليكم. المهم هادو هما المشتريات ديالي ديال شعيب، نتمنى الله ينال اعجابكم. ونعاود نذكر لكم الاسمنه اذا كنت انا اللي باش ما تنساوش. أقرب لكم الكاميرا باش تشوفوهم وتشوفو الحق ديالهم، صراحة يستاهلو. شي حاجة ديال الطوب ديال الطوب، غنحل لكم هادي باش تشوفو. متنساوش تدعموني بلي لايك وليجديد في القناة ديالي، دير ابوني وفعل جرس اللي فعل جرس باش يوصلو جميع الجديد ديالي. ونتمنى تكونوا اوفياء معايا، ولي كومونتيرات زوينين بحالكم هما اللي كيحفزوني وكيشجعوني نزيد القدام، ونعطيكم كتر ما هو اللي في الطاقة ديالي واللي كتر من الطاقة ديالي نحطو معاكم، ماشي مشكل تستاهلو. المهم ها هما توب ديال توب، شي حاجة هاي كلاس، شي حاجة اللي راقية صراحة، يستحقوا تجيو صراحة، يستحقوا تجيو على قبلهم وتمشيو لمحلات شعيب وتقداو ثمن أثمنة ديالهم في المتناول، يعني ماشي غاليين، شي حاجة ديال طوب طوب طوب. المهم ها هما، نقرب لكم الكاميرا باش تشوفوهم مزيان. ها هانتوما كما كتشوفو، هادو هما المشتريات. هادي ب 150 درهم، وهادي 60 درهم، بلاطويات ب 30 درهم،
هذه 170 درهم 3400 هذه 3000 ريال هذه 60 درهم يعني 1200 هذه 600 ريال 30 درهم هي 600 ريال اللي ما كيعرفش الدرهم غنقولها ليه هذه ب 600 ريال هذه 3400 يعني 2080 درهم 3180 درهم خلطت كلشي انا هذه ب 50 درهم الشهاء كيديرا هذه ب 50 درهم وهادو دي بونبونيير دايرين 50 60 درهم ربعة 1 2 3 4 يعني 1200 هادو بربعة ب 1200 وهذه دايره 30 درهم يعني 600 ريال شي حاجه اللي زوينه واسمين زوينين مناسبين ونتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم هاد المشتريات عجبكم ولا بغيتوا تستاشروا معايا شي حاجه قولوهم لي في الكومنتيرات راني كنقراهم وكنرد عليكم وشكرا لكم وكندير بالهضره ديالكم وشكرا لكم بزاف ما تنساوش تدعموني بلي لايك واللي جديد في القناه ديالي يدير ابوني وفعل الجرس شكرا لكم بزاف بزاف